هلو تو الموند، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، وتكملوا لا فيديو ديالي حتى للاخير، وتشتركوا بالقناه اذا ما كنتمش مشتركين. وحنا في وسط الاسبوع قررنا نخرجوا ناكلوا برجر عند شيك شاك. انا نخرجوا مرتين لثلاث مرات في وسط الاسبوع بعد ما زوجي يكمل العمل، ونخرج الويكند، يعني الويكند مفروغ منه. والان انا ننتظروا في البرجرز حتى يوصلوا. راح تاني نهدر غير بالعربيه، راح تكون صعبه شويه، اما يعني ما راح اخلط الفرنسيه، ونشوفوا اذا قدرت. وبعد ما كلينا انا رايحين لواحد الحديقه اللي هي حديقه المعالم، نصور لكم يعني الاسعار والايام اللي تكون مفتوحه وايام يعني زيارات من وقتاش لوقتاش. وبعد ما خلصنا التذاكر دخلنا، وغير تدخلي تقابلك برج ايفل، توغ ايفل ولا ايفل تاور. وكل معلم راح نبين لكم به بالمعلومات ديالو، وانتوما اذا حبيتوا تقراو ما عليكم غير تحبسوا الفيديو وتقراو عن المعلم، يعني بتاخدوا شويه معلومات. وفيه معالم ما كتبت معلومات عنها او اسمها لانها معروفة، مثل هذا برج خليفة في دبي، و يعني راح تتعرفوا على اكثر المعالم الموجودة في العالم. علاش قررنا نخرجوا في وسط الاسبوع؟ انه ما يكونش بزاف الناس، ما تكونش مكتظة، وتحوسي وانتي مرتاحة. تلقاو معالم من كل انحاء العالم، خسارة الجزائر مش من ضمنهم، على الرغم ما عندنا الجامع الجزائر الكبير اللي تنفتح غير كيما. ان شاء الله راح يكون معلم من هاد المعالم، لانه ثالث اكبر مسجد في العالم بعد مسجد الحرمين. يعني هاد المسجد نتشرفوا به، ونتشرفوا بلي عندنا معلم اللي هو مسجد الجزائر، ويرفد 36,000 الشخص يقدر يكون داخله، يعني باش يؤدي الصلاة ديالو. وهذه هي، وان شاء الله بلادي تكون من بين كل كاع البلدان العالم. علاش لا؟ علاش حنا ما عندنا حتى معلم؟ درنا حاجة مليحة، ودرنا هاد دارونا هاد المسجد الكبير، وان شاء الله يشرفنا، وان شاء الله يكون عنده مكان ضمن هاد المعالم. Thank you.
بعدين للحقوا معالم موجودة في السعودية، يعني معروفة بها السعودية، هي هادي برج التلفزيون، هادي تاع الماء اللي عندنا قاع في دفت الجزائر، عندنا تشوفوها يعني في كل مكان. وهذا والله ما عرفت انا وشنو مع الاول، حتى قريت ما بنيش انا بلي ملعب لي ستاد الحصول. هذه تاني في السعودية فيصلية، وهذاك تاني يسموه برج المملكة في الرياض، يعني معروفة به الرياض. نكملوا نلقاو المسجد النبوي موجود في المدينة المنورة، ومن بعد نلقاو مسجد الحرام اللي فيه تاني الكعبة الشريفة موجودة في مكة المكرمة، مع الكعبة يا ربي ما يشوق حتى واحد لشوفتها، وإن شاء الله يا ربي كامل تروحوا لها وتزوروها. ومقابل الكعبة تاني عندنا برج الساعة، إن شاء الله نقدر نروح لمكة ونوريكم الساعة كيفاش دايره في الحقيقه، لانها اجمل اجمل من هذه اللي راكم تشوفوا فيها. نكملوا مع المعالم اللي بقاو، وبعد ما يعني كملنا المعالم كان فيه العاب للاطفال، لعبت وليدي شوية وكانت الحرارة كتير يعني 43 درجة، ما قدرناش، قررنا نعود نولو للبيت، يعني كملنا كل المعالم ولينا للبيت. وإن شاء الله تكون عجبتكم الفيديو، وإلا عجبتكم ما تنساوش ديروا لي لايك، وما بقى لي غير نقول لكم تبقوا على خير.